يا شيخ طاهر سمعت القوم تتفاخر بابن العقاب الكريم الأصل والمسؤول قاد المسيرة ببعدان ذل من كابر وجمع الناس حول عرضها والطول. أنا أشهد أن العقاب للسلم قد بادر وحل القضايا وقرشاه للسلام مبذول. إهداء من الشيخ الشاعر بارشيد بثنى عاطف وجمال علي مصلح إلى الشيخ طاهر العقاب محافظة إب مديرية بعدان بني منصور. إلى حينها فائز أبو شمس عزفاء أبو خليل عبد الفرحان ويقى حاز بيت مع تحيات تسهيلات الفائز دمار. القصيدة شكر وتقدير للشيخ المناضل طاهر العقاب. يا شيخ طاهر سمعت القوم تتفاخر ابن العقاب الكريم الأصل والمسؤول قاد المسيرة ببعدان ذل من كبر وجمع الناس حوله عرضها والطول. أنا أشهد إن العقاب للسلم قد بدر حل القضايا وقرشه للسلام مبذول. أنا أشهد إن العقاب للسلم قد بدر حل القضايا وقرشه للسلام مبذول. والشيخ وايل ولا الطاهر قد تصدر شل الحمولة لعى الوالد بحسن القول وصدر أحكام ترضي كل من قمر ولملم الشمل وسوى كل شي معقول. واسأل عن الفاروق كم بين الورى يذكر بطيب الإخلاق صار الكل بان مذعول. فواز تمم شمائل ما لها محصر حاز المحامد وأفعاله لها مدلول. نبينا المرسول. التواصل مع فائز أبو شمس على هاتف 7216940 أو 7111150.